ازيكم يا شباب؟ في الفيديو بتاع النهاردة انا جايب لكم في موقع ممتاز ده ربح عملة الروبل. طبعا هسيب لكم اللينك بتاع الموقع ده في صندوق الوصف. اول ما ندخل الموقع بيدخل معانا بالواجهة اللي انتم شايفينها دي. طبعا الموقع ده عادي زي اي مواقع، انت بتدخل بتاخد مكافأة نقط جوه الموقع، بتشتري بيها شخصيات او بتشتري بيها اشياء، والاشياء دي بتفضل انها تجمع لك نقط، وانت تدخل تعمل جمع النقط وتبيعها وتحولها الروبوت على محفظتك في البيع. احنا اول ما بنيجي ندخل ندوس على كلمة تحقق فيه، بنلاقي هنا مجموعة من بنات بتطلب منك اسمك والايميل والباسورد، تحط محفظة البيع بتاعتك وبتحل الكباتشة عادي وبتعمل تقدم، تمام. وبعد كده بنيجي نسجل هنا البيانات بتاعتنا عادي يا شباب، وبنعمل على تدوس على كلمة لياتي، وبيدخل معانا الموقع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. هنا بنيجي يا شباب عند حاجة هنا اسمها تكبير الفريق. طبعا احنا بناخد 10 روبل مكافأة من الموقع قبل ما نسجل، طبعا دي عددها معين من النقط. بنيجي هنا ونشتري شخصيات، تمام. بنشتري مثلا طبعا ال10 روبل دي بتخلينا نشتري أول شخصية اللي هي مستوى رقم 1، بنشتريها. وبعد كده بنلاقي هنا عند جمع الأرباح، طبعا هو طبعا بيفضل يجمع لك نقط زي ما انتم شايفين يا شباب. بنيجي هنا احنا ندوس على قمة اجمعها كلها، وبعد كده بنيجي هنا عند هنا بيع الكنز، ندخل عليها. بنيجي هنا بنلاقي معانا هنا 166 نقطة، وعددهم هنا بالكروش. بنعمل بيع كل الكنوز، وبنضاف معانا الرصيد بتاعنا هنا زي ما انتم شايفين تحت. بعد كده بنيجي عند قيمة التصفح، التصفح دي بيجيب لنا مجموعة من الإعلانات طبعا يوميا. احنا بنتفرج على الإعلانات دي وبناخد نقط معينة، مثلا أول إعلان ب5.5 نقطة، تاني إعلان ب4.5 نقطة، احنا بندوس على مثلا إعلان منهم، تمام. بالله يا شباب زي ما انتوا شايفين فيه، لو طلعنا فوق كده في عداد أهو. طبعا العداد ده احنا المفروض إن احنا إيه نستنى العداد ده، بعد كده بيجيب لنا رقم معين و4 أرقام قصاده. احنا بنشوف الرقم ايه هو وبنختار قصاده نفس الرقم اللي هما طالبينه مننا، وبعد كده بنعمل خروج من الصفحة دي وبندخل على صفحة الموقع اللي احنا شغالين فيه وبنكمل شرح فيه. طبعا انا برضو هعمل لكم برضو اثبات سحب في الفيديو، فياريت ايه تكملوا الفيديو للآخر. طبعا زي ما انتم شايفين اهي خلصت، بيبقى من هنا رقم 66. احنا بنيجي هنا عند ال4 أرقام دول اهو، نختار 66 وبنعمل خروج من الموقع، ونلاقي ايه ان هي انضافت معانا. لو حدثت الصفحة احنا معانا كام يا شباب؟ معايا منا 151 نقطة. حدث الصفحة، ننزل نشوف بقى معانا كام. معانا 156 نقطة. بعد كده هنا بنيجي عند المكافأة اليومية، كل 24 ساعة بنيجي مكافأة، بنيجي ندوس هنا كلمة احصل على المكافأة، وينضاف معانا 16 نقطة لرصيد الشراء. رصيد الشراء ده اللي احنا نقدر نشتريه بالشخصيات. بعد كده احنا لو حابين ان احنا نعمل سحب من الموقع، بنيجي هنا عند الانسحاب، ندوس على الرقم اللي هو 156، ندوس عليه، بيدخل معانا هنا. انتوا شايفين انا عامل سحب من الموقع 3 مرات. بنيجي هنا بنحط عدد النقط اللي احنا عاوزين نسحبها اللي هي 156، يعني هيوصل لنا روبل ونص، تمام يا شباب. بنيجي ندوس دفع هنا زي ما انتوا شايفين يا شباب دفع. طبعا الموقع شغال من زمان، انا شغلت من اول مره اسحب الموقع يوم 26/2، يعني من حوالي اكتر من شهرين. فالموقع يا شباب لحد دلوقتي شغال عادي واشتغلوا عليه. طبعا احنا ندخل دلوقتي على محفظتنا على البيير ونشوف هل فعلا المبلغ وصلنا ولا لا. احنا معانا كام يا شباب؟ معانا دلوقتي 11 روبل. هنيجي نعمل تحديث للصفحه، بقى معانا كام يا شباب؟ 13 روبل. ندخل دلوقتي على اخر المرسلات، هنلاقي فعلا ان احنا وصلنا النهارده اهو بتاريخ 9/5، وصلنا روبل و54، وهنا وصلنا من الموقع شباب اهو، ده الموقع اللي احنا شغالين عليه، وصلنا فعلا منه العدد ده. وهنا بيقول لك العمليه تمت بنجاح. فهنا يا شباب انك تستغل المواقع دي، التجميع بتاعها سهل، انت يوميا تقدر انك تجمع اكتر من روبل من غير اي صعوبه. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، مش تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.